صحة صحة وبشفي صحة وبشفي. صباح الخير أختي سيما، مرحبا بيكم، مرحبا بالسادة المستمعين متاعنا. اليوم باش نحكيو على غذاء المرأة الحامل. أولا باش نتسألو تصوم ولا لا، هو ربي يحللها باش ما تصومش، بقى صيامها يأكدهولها طبيبها اللي تبع فيها. لازمها في كل الحالات غذاء متوازن متلائم وضروري لتغذية كل حاجياتها. انت تويك سألتني قلت لي تاكل الحامل قد اثنين، شنو رايك؟ هي في الحقيقة ما تاكلش قد اثنين، هي في الثلاثة أشهر الأولى تاكل تغذية عادية مع زيادة طفيفة في الثلاثية الثانية والثالثة، ديما مش الكمية اللي نزيدوها وإنما النوعية الجيدة اللي تغطي لها وتأمنها كل حاجياتها الغذائية هي اللي يلزمنا نهتموا بها، هكيكا باش نضمن لها هي صحة جيدة وكذلك صحة الجنينة متاحة. النظام الغذائي الجيد شنو اللي يلزمنا ننصحوا به المرأة الحامل؟ هو يلزم يحتوي على العناصر الغذائية كما الحليب ومشتقات الحليب، نعرفوا كلنا اللي احتياجاتها تزيد من مادة الكالسيوم، يلزمها زادة الحاجيات متاحة معناتها نغطيوها بماكلة اللحوم، السمك، البيض، لازمتها نشويات تتوفر لها من العجين ومشتقات الخبز. يتم توزيع الأغذية هذه لازمتها على 3-4 وجبات في اليوم. اللحوم والسمك والعظم هي نعرفها مع تحتوي على بروتينات ذات جودة عالية وتزيد توفر لها سورتو معناتها مادة الحديد خاصة اللي نلقاوها في الكبدة. يلزمها في كل الحالات توفر كل معناتها الفيتامينات اللي لازمتها وخاصة الفيتامين B9 اللي تزداد حاجيات المرأة الحامل ليلو ونقصانه ممكن يتسبب في تأخر معناتها نمو الجنين ولا تشوهات خلقية ولا زاد حتى في خطر الولادة المبكرة. هذاك علاش يلزمنا نوفروا لها حاجياتها من المادة هذية، نلقاوها أساسا في الخضر، في البقول الجافة، الكبدة معناتها كبدة الدجاج ولا كبدة بقري، كبدة علوش، الحليب ومشتقاته يأمن كما قلنا بكري مادة الكالسيوم واللي هو يرتفع حاجيات المرأة الحامل المادة هذية. معناتها ما تسالش كي تشرب نص لتر حليب في اليوم، معناتها قلنا في السهرية تنجم تشربها وإلا البن ولا رايب مع كيبتين ياغورت، ونجم تاخذ زيادة شوية جبن مش كمية كبيرة من جبن خاصة بالنسبة للكامنبير والجريير، هكوما 30 جرام توفر لها قد زوز كيسين حليب. الخضرة توفر لها الأملاح المعدنية والفيتامينات، هذاك علاش استهلاك معناتها المرأة الحامل يزيد بالنسبة للخضرة وبالنسبة للغلة زادة، خاطر هي في حاجة أكثر للفيتامينات اللي حكينا عليها واللي هما مهمين. برشا نساء معناتها حوامل يفهموا الماكلة نتاعهم بالغلط ويزيدوا برشا في الكمية، هذاك اللي ينتج عليه جينيرالمون زيادة في الميزان، وذاك علاش تقريبا معظم النساء اللي تحمل واللي تحبل تلمون يزيدوا برشا في الكمية نلقاوهم من بعد زيدوا في ميزان. من هنا يلزمهم يردوا بالهم كل ما هو معناتها في برشا سكريات، كل ما هو في برشا دهنيات كما المقلي، كما الجزوز، كما معناتها اللي جاتو، هذوما الكل عندهم طاقة كبيرة ويلزمنا نردوا بالنا منهم وما نستهلكوهمش خاطرهم ديما يبقاو ماهمش حاجات لازمة للبدن نتاعنا. ويلزمنا نعرفوا بكلنا اللي المرأة الحامل الزيادة نتاعها معناتها تراقب ميزانها، الزيادة ما تفوتش معناتها 12 كيلو في 9 أشهر كاملين حبالة، وهذاك علاش إذا ما ترد بالها من تغذيتها باش ما نلقاوها زادت 20 كيلو أخطر ولا حتى 18 و15 برشا نساء يزيدوا برشا، هذا كان بعض يقاوها جريس معناتها ويقاوها زيادة في الميزان. يبعدوا على القهوة، يبعدوا على التاي، الفليفل والهريسة، تنجم تعملها من الجير معناتها وحراقة في المعدة، يشربوا برشا ماء، أكدوا على شربان الماء، شربان عصير، شربان كعبة غلة في السهرية، هذا ما ينجم إلا يأمن لهم الحاجيات نتاعهم. ونعرفوا بكلنا اللي معناتها اذا كان المراه الحامل ما تاكلش وما تتغذاش بالقداء هو البيبي باش ياخذ من معناتها الجنين باش ياخذ من المخزون نتاعها، وهكيكا تنجم تعرض روحها معناتها بالوقت بعد النقص في الكالسيوم هي في الجسم نتاعها ونقص الحديد واللي نجم يتسبلها في فقر الدم. هذاك علاش معناتها تغذيه متوازنه منصوح بها لكل النساء الحوامل. صحه وبشفي صحه وبشفي.